كيس ونص من المكرونه سباكيتي، الحشو عندي نص كيلو من صدور الفراخ، ومعلقتين كبار من الثوم المفروم، 2 جزر مبشور، كوبايتين من الزيتون، كوبايتين من الذره المعلبه، ربع كوبايه من الخل الابيض، زبده وزيت، ومعلقتين كبار من البصل الباودر والبابريكا وكركم وكمون وملح وفلفل اسود. وعلشان نعمل البشاميل عندي 1.5 لتر من اللبن، 7 معالق كبار من الدقيق، 5 معالق كبار من الزيت، 3 معالق كبار من الزبده، ومعلقه صغيره من القرفه، وملح وفلفل اسود، وهنحط كده شويه جبنه على جنب كده وحركات وبتاع وبس كده. تعالوا بينا نبدا بايه بقى. احنا عايزين نعمل بقى حاجتين كده مع بعض. هجيب الاول كده الطاسه اللي احنا هنعمل فيها الحشوه، هو كمان هنجيب الحله اللي احنا هنعمل فيها الايه البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ايه ممكن نحط كده، دي كده ودي كده، ونفتح كده ايه النار هناك بقى بتاع البانيه برضو. طيب اول حاجة علشان نعمل الحشوة بتاعتنا عندي بقى ايه شوية من الزيت، ممكن تستخدموا زبدة عادي، زبده مع زيت يعني، انا هعمل كده. خلاص نرجعها ورا، هنخليها قدام بقى عشان ما نروحش بره، رايح جاي كده. خلاص زبده، الخامه دي استنوا. هننزل بال، مش قادره يا جماعه والله، هننزل بالزبده على الزيت اهو، ونعمل الحشوه بتاعتنا. اهم حاجه بقى في الـ واحنا بنعمل الحشوه كده واحنا شغالين في الصدور، مهم قوي ان الطاسه بتاعتنا تكون سخنه. ليه؟ علشان الفراخ انا مش عايزاها تنزل الميه بتاعتها. خلاص فانا هستنى كده الطاسه بتاعتي تسخن شويه، ودي الحله اللي احنا هنعمل فيها البشاميل. عندي ايه بقى؟ زبده وزيت. انا مستخدمه، طب انا اقول لكم على حاجه، عشان انا هنا مفيش زبده، انا هاخد كده شويه زبده كده من الحشوه واحطها عادي. فين فين يا حبايبي للبشاميل؟ اه ده هناك. طب خلاص معلش تعالوا نشوفها هناك كده، انا مش واخده بالي. انا بقى خلاص خليها بقى، مش مشكله هخليها كده ونزود كده عليها، مش مشكله عادي، محمد رسول الله. حبيبة قلبي. حبايبي دول، هاخد بقى حتة اللي انا استلفتها بقى من هنا هحطها هنا. تمام. وهاخد كده الدقيق، انا البشاميل النهاردة عاملاه كميته كبيرة شوية، عشان احنا هنعمل بقى صينية كبيرة. خلاص هستنى كده بس الزبدة تدوب. بصوا بقى، هنزل في الطاسة بتاعتي بعد ما سخنت بصدور الفراخ متقطعة، انا عايزاها التقطيعة دي، عارفين انتوا التقطيعة بتاعت الشاورما، انا عايزاها التقطيعة دي. بصوا بقى هنا انا بقلب اهو الفراخ كده وفي الطاسه السخنه، والبشاميل بتاعي بدا، سوري الزبده بتاعتي بدات تدوب في البشاميل. نجيب ايه بقى؟ نجيب بقى الويسك بتاعنا، وهنزل بالدقيق على الزبده. خلاص الشكل ده. انتوا لو ملاحظين ان انا نسيت احط زيت، لو ملاحظين ان انا كاتبه لكم في المقادير المواد الدهنيه دايما في البشاميل انا بحب اكترها شويه، يعني سواء زبده او زيت، لو انا مثلا هحط 5 معالق كبار من الدقيق هتلاقوني حاطه 6 أو 7 من المواد الدهنيه. تمام. بتخلي البشاميل احلى، وكمان الدقيق بيدوب مع المواد الدهنيه دي، بياخد راحته في ان هو يستوي معانا. هي فكره ايه؟ ان احنا بنقعد ندوب شويه الدقيق مع البشاميل علشان بس نعمل له عمليه سوى للسوى على النار. الحاجات دي كده جنبي. بصوا بقى التوابل بتاع صدور الفراخ اللي انا حطيتها، لو عندك وقت ممكن تتبلي بيها الفراخ شويه ساعه ولا ساعتين، مش عندك اعملي زي كده عادي، حطيها على طول على النار هتبقى حلوه برده. اهو كل التوابل اللي احنا قلنا عليها بالشكل ده،
الكمون انا كاتبه لكم يعني معلقه صغيره من الكمون، ما تستغربوش، بس هيدي معاكم طعم خطير. هرجع كده تاني للبشاميل، بصوا اهو بدا ان يحصل كده شكشكه كده، بتشوفوا كده في شكشكه كده في الموضوع، عارفه بتقعدوا تضحكوا على شكشكه، بس هي اسمها كده والله. خلاص كده ايه بقى، الدقيق بيستوي على النار علشان ايه ما نحسش بطعم الدقيق كده وهو على واحنا بناكل البشاميل. هنزل بشويه ملح، مش عايزه انزل بملح كتير، ليه؟ لان انا حاطه خل، الخل هيحدق معانا الدنيا شويه. شويه فلفل اسود كده، خلاص كده انا تمام عندي الدقيق مع الزبده داب معايا. هدي تقليبه كده للحشوه بتاعتي، تستغربوا انتوا الخل على حشوه الفراخ، بس جربوها مع النجرسكو. انا عايزاكم بس تجربوا التتبيله بتاعتي دي، هتعجبكم قوي. ثوم، وخل ابيض. الفراخ بتحب الحاجات اللي فيها مزازه، فيها عارفين انتوا فيها لذعه كده. لا بس التوابل لما اتحطت على النار فهي بتخليني عايزه اعطس، بس مش هعطس يعني. بصوا بقى اهو كده البشاميل الدقيق خلاص داب مع المواد الدهنيه بتاعتي. هنزل باللبن بسم الله واحده واحده اهو. بصي بقى مش عندك كميه كافيه من اللبن، هتعملي ايه؟ نص الكميه لبن ونص الكميه شوربه عادي خالص. هقلب كده بالشكل ده، حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، هتلاحظوا ان انا في المقادير حاطه لتر ونص من اللبن على كام دقيق يا جماعه؟ تقريبا 7 معالق دقيق اعتقد ولا اقل. احنا حاطين كام دقيق؟ 7 معالق دقيق، ما تكتروش دقيق عن كده. انا عارفه اللتر ونص هتبقى كميته مش يعني اكتر شويه من الدقيق، بس حلو ان البشاميل بلاش نخليه يبقى اللي هو يقفش في الزور كده واحنا بناكله، خلوه كده اللي هو ايه، نقطع الحته كده تبقى بلاش جوسي يا ياسمين، عشان الناس بتتضايق من كلمه جوسي قوي، بلاش اللي هي عارفين انتوا تبقى مش عارف، انتوا عارفين الناس تتفرج عليا فاهميني، تبقى يعني مش نايمه، تبقى طريه كده وناعمه كده مع نفسها. ليه بقى؟ لان البشاميل اصلا لما بنسيبه شويه والله لو عامله حتى اخف من كده هيرجع ان هو يمسك نفسه تاني، فنخلي كده الاكله كده تبقى جوسي، هي اسمها كده بقى. احط شويه ملح وسنه من الفلفل الاسود، مش هحط كتير فلفل اسود عشان بس اللون ما يتنقش معايا قوي. واحنا كمان حاطين ايه؟ حاطين ايه كمان؟ اهم حاجه بقى في البشاميل بقى القرفه، سنه قرفه. ارجع بس الحاجات دي ورا. خلاص هاخد القرفه كده اقول لها تعالي، وهحط شويه ميه، حاجه بسيطه قوي قوي، ربع كوبايه ميه على الحشوه بتاعتي. ماشي، وهروح للبشاميل احط سنه قرفه، مش سنه بقى لان الكميه دي كتيره شويه، فهحط حوالي ربع معلقه صغيره. خلاص وهقلب اقلب اقلب. نعم. نبهوني كده كل شويه، فكروني. بصوا بقى الذره المعلبه اهي، احنا حاطينها في ميه، احنا اتغسلت طبعا، يعني احنا جبناها غسلناها. خلاص ليه نغسلها؟ علشان نتخلص من المواد الحافظه بتاعتها. احنا بس حاطينها في ميه كده شويه برضو عشان اي مواد حافظه موجوده فيها نتخلص منها. يا ربي على الذره دي، الذره دي انا بحبها قوي، الذره المعلبه دي. طيب انا طبعا مش هسيب دول، طبعا انا بس هصفيها كده. وهنزل الذره بقى في حشوه النجرسكو والزيتون الاسود اللي انا هنزل بيه كوبايه من الزيتون الاسود. يا خبر ابيض، خطيره خطيره. خلوا بالكم من الملح، ليه؟ لان احنا حاطين خل كميته مش قليله، حوالي ربع كوبايه يعني،
ربع كوبايه حوالي 4 أو 5 معالق، وحاطين زيتون، فنخلي بالنا من الملح والجزر. وهتاكلوا حته حشوه للنجرسكو خطيره. عينيا، شفتوا الادب؟ بصوا بقى، انا هرجع هنا للبشاميل اهو كده كده خلاص. انا كده يعتبر النجرسكو بتاعتي خلصت خلاص. انا عملت الحشوه وعملت ال ايه البشاميل. استنى، عملت الحشوه وعملت البشاميل والمكرونه بتاعتي خلاص سلقتها اهو. هنروح لفاصل، بس قبل ما نروح لفاصل انا عايزه ادوق كده البشاميل اشوفه محتاج ملح ولا لا. بسم الله، سنه. وعايزه ادوق الحشوه الخطيره كده اللي احنا عاملينها دي. ما اعتقدش ان احنا ما اعتقدش ان هي عايزه حاجه، بس انا هدوق، بحب ادوق يعني. لا والله حلوه قوي. بشاميل عايز سنه ملح سخنه بس. البشاميل هناك خلاص، مكرونه مسلوقه عندي وكل حاجه زي الفل كده خلاص. نعمل ايه بقى؟ بسم الله بقى، نجيب بوله كده. هجيب البشاميل جنبي خلاص. انا مش عايزه، بصوا تعالوا كده نشوف السمك بعد اذنكم. بصوا يا جماعه السمك، بصوا انا بس بعمل بالراحه عشان ال، بصوا هو ده يعني، ارجوكم بلاش اتقل من كده، هيتقل والله في الفرن خلاص اهو. حتى هو مش عامل اصلا قوام نازل منه، بس انا عايزاه كده. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس ايه، نقلل كده النار سنه. ايه الحاجات الكتير دي؟ ايه الحاجات الكتير دي؟ كده حلو كده، ما انا عارفه. لا انا مش بقول حاجه يعني. طيب، في ما فيش طبعا سمن ندهن بيه، بس مش مشكله، انا بحبش ادهن بزيت. احنا ندهن بايه؟ فين؟ طيب بصوا بقى، هاخد المكرونه بتاعتي اهي. بصوا انا بس هنقص منها شويه، مش عارفه انا هستخدمها كلها ولا لا. انا بحب اخليني في الامان كده، وانا ممكن استخدمها كلها. هعمل ايه؟ هاخد كده شويه بشاميل، تمام، عادي انا هقلب بايدي، ما عنديش اي مشكله خالص. انت في البيت هتغسلي ايدك كل شويه خلاص. هنقلبها كده، ومش لازم ان احنا نغرق المكرونه بالبشاميل. ليه؟ لان البشاميل اصلا انا عاملاه خفيف، فهو كده كده هيغلف لي كل المكرونه بتاعتي خلاص. بس كفايه كده، انا مش هي كده كفايه قوي للارضيه بتاعت ال، حط بقى الباقي ده وخلاص طالما عملناه اهو بالشكل ده. احط كده شويه بشاميل، هو كده كده خفيف، فايه فهيغلف لي ال المكرونه كلها، تمام. هاخد بقى الحشوه بتاعتي الخطيره. احط الطاسه كده، انا مش عايزاها، شايفين الحشوه كلها كده مليانه كده سوائل وطريه، ومع المكرونه كده كمان. لا لا لا، جربوا ارجوكوا. انا عايزه اقول لكم بقى ان ماما اصلا بتحب النجرسكو مني قوي. احط شويه دول كده، ونعمل ايه بقى؟ احط برده شويه بشاميل تاني اهو، تمام. ما نكترش المكرونه علشان ما ناكلش مكرونه بس. احنا ايه يعني، كل ما المكرونه تكتر هتبقوا بجد هتلاقوا النتيجه مش حلوه خالص. هي بصوا الكيس ونص اللي احنا كاتبينه ده بالظبط بالظبط. خلوا بالكم المقادير دي، صينيه كبيره يا جماعه، صينيه كبيره مش صينيه صغيره، ماشي. ننزل بقى بالبشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله، لا تكتل ولا ترصب ولا اي حاجه.
اوزع كده اهو. هيك هجيب بقى الجبنه بتاعتي بسم الله، ونحط كده شويه على الوش. حابين تحطوا الجبنه في النص ما عنديش اي مشكله اهو. بصوا بقى ايه رايكم بقى، خلصت خلصت خلاص، مش عايزين جبنه براحتكم. ما حطيتش انا جبنه في النص ليه، لان هي اصلا المكرونه هي كلها كده طريه وجوسي وفيها سوائل، فمش شاغلني ان هي بقى تقعد، مش لازم يعني ايه المطه اللي من جوه يعني. وزع كده، ادي بس طخطه كده اهو بالشكل ده، خد بس شويه كده من البشاميل ده ونحطه على المكرونه اللي ظاهره دي. انتوا عارفين ممكن نعمل ايه؟ انا جت في بالي دلوقتي، استنوا. لا 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 زي الفل، ان احنا نحط رشه زعتر على الوش كده، يا نهار ابيض هتبقى تجنن تجنن. حاضر اهو، يا خبر ابيض الحركه دي بقى هتدي بقى ريحه بقى اوعى بقى. خلاص بقى انا هاخد الصينيه دي ماشي ونحطها في الفرن، بس انا بس هفتح الفرن الاول. مش عارف الصينيه كبيره قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كبيره قوي الصينيه. لا استنى، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ماشي حلوه، حراره عادي بقى ايه 190 او 200، ممكن تدخلوا النار من تحت بس وتشغلوا المروحه عادي. كيلو صدور فراخ متقطعه شرايح بانيه علشان نتبلها او نتبل البانيه بتاعنا. عندي 2 بصل كبير مفروم، نص كوبايه من الخل الابيض، ربع كوبايه من الصويا صوص، 3 معالق كبار من المستردة، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه صغيره من العسل الابيض، معلقتين كبار من بهارات الفراخ، معلقه كبيره من الكركم، ملح وفلفل اسود، وطبعا هنستخدم بيض وبقسماط، وهنستخدم زيت بقى في الاخر بقى عشان نحمر فيه البانيه بتاعنا. يلا بينا. بصل انا عارفه ان انتوا بتستخدموا لتتبيله البانيه عصير بصل، اسمعوا بس كلامي كده مره تمام، اسمعوا كلامي كل حاجه، بس ايه يعني اسمعوا كلامي كده في الوصفه النهارده بتاعه البانيه. استخدموا البصل يكون مفروم مش متقطع بالسكين، مفروم البصل. لا البصل لما يكون مفروم بيكون، هل يعني هيفرق لو استخدمنا في الكبة عن السكينة؟ جدا جدا جدا. البصل لما بنفرمه في الكبة بينزل المية بتاعته، بيبقى سهل عليا ان العصارة بتاعته تنزل. لو كسلتي وعملتيه بالسكينة مش هينزل كل العصارة بتاعته خلاص، فضروري ان انتي بصلتين تفرميهم في الكبة. خلاص هنزل بالخل الابيض وبالمستردة. انا عايزه بقى بعد ما اخلص التتبيله دي البنات كده الشطار اللي موجودين في الكنترول يقولوا لي كده ايه اللي ملاحظينه على التتبيله دي. وهنزل بالعسل الابيض، وهنزل بايه ده، بهارات بهارات الفراخ، وهنزل بالصويا صوص والكاتشب. خلاص لا انا سالت السؤال، انتوا بقى مش عارفين ما مت... سؤالي واضح انتوا. لا انا سالت، ايوه يعني اه سؤال، انا بقول لكم انتوا يا جماعه انتوا ملاحظين ايه في التتبيله اللي انا عاملاها، حتى صويا وكاتشب. ما هو دي مش معلومات جديده. ما اهلا وسهلا عسل، ميرسي ميرسي، بيقولوا لي انت عسل. تبلت التوابل الاول قبل ما احط الفراخ؟ لا مش هو ده خالص. ايه اللي ملاحظينه يا جماعه في التتبيله اللي احنا عملناها دي؟ ان انا قولي اه. طب ياسمين ميرسي قوي للاضافه، ونتمنى ان انت ما تعملهاش تاني. بصوا بقى اللي انا مستخدماه في تتبيله البانيه، مستخدمه حاجات لزعه تدي معايا لزعه، مستخدمه خل كتير
ربع كوبايه خل، او ممكن على فكره لو تحطوا تلت كمان عادي، واكتر لو عايزين. مستخدمه صويا صوص لزعه، نص ايه نور بتقولي نص كوبايه خل، على عشان كيلو الكيلو بانيه انا مستخدمه كيلو، نص كوبايه خل، ربع كوبايه من الصويا، مستخدمه ملح، مستخدمه حاجات كلها تدي معايا لزعه، لزعه كده مزازه للفراخ، الفراخ بتحب المزازه جدا. خلاص بس انا محليه الدنيا بايه بقى، مديه تسكيره كده بايه، بالكاتشب. خلاص هيعمل معايا الطعمين، سنه اللزعان وسنه التسكيره، ومستخدمه عسل ابيض. خلاص حابين تستخدموا كركم برضو، قشطه تمام، ما عنديش مشكله. البانيه يا جماعه ليه تتبيلات كتير، وانا هعمل لكم ليه تتبيلات كتير. خلاص دي كده تتبيله منهم، هدوق طبعا تستغربوا ان انا هدوق العادي وما فيهوش حاجه، المستردة وخل وبتاع، فعادي يعني. يا لهوي يا لهوي والله حلو قوي. بصوا بقى هحط الفراخ، انت بقى في البيت هتعملي ايه؟ هتعملي التتبيله دي بالليل، انا بعمل كده عندي في البيت، هتعملي التتبيله دي بالليل وزي ما هي كده غطيها بستريتش واعمليها تاني يوم على الغدا. هتاكلي شويه بانيه، يا نهار ابيض ايه الجمدان ده، تحفه. جربوا التتبيله دي هتعجبكم قوي قوي قوي. بصوا اصلا شكلها، وبالذات كمان لما البصل يكون مفروم هيدي معاكم طعم تاني خالص. عايزه اقول لكم كمان بقى معلومه برضو، حاجه ضروريه قوي في قصه البصل المفروم، ان احنا هنسيب البصل زي ما هو، هسيب البصل زي ما هو، انا مش هشيله وانا بقلي، فانا مش عايزه يبقى فيه قصه ان هو يتحرق او يعمل ريحه. شويه فلفل اسود، هدي بس النار شوية. خلاص البقسماط، ثانية واحدة، البقسماط هحطه هنا كده في حاجة ايه كبيرة، ممكن ان احنا نتبله ببهارات ممكن، بس صدقوني الوصفة دي مش محتاجة اي حاجة خالص، حط بس عليها سنة ملح، سنة البيض، ممكن نحط عليه شوية لبن ممكن عادي. طيب التتبيله لما انت تعمليها بالشكل ده ما تشيليليش البصل من عليها، سيب البصل عليها. خلاص هيبان، بصي عايزه اقول لك هيحلي معاكي طعم البانيه بشكل مش طبيعي خالص خالص، لانه مفروم. نور بتقولي مش هيتحرق، لا يا نور خالص. هقول لكم كمان احنا هنعمل ايه، بصوا انا لما بعملها في البيت بعمل ايه، باخد اول، بصوا نجهز بس ايه حاجتنا كده عشان ايه كل حاجه تبقى واضحه. بصوا بقى في البيت انا بعمل ايه، لما بيعدي عليها ليله كامله، انا بسيب البانيه في التتبيله ليله كامله، بعمل ايه، باخد اول شريحه كده واروح ايه شايله على قد ما اقدر، والله عايزه تسيبيها كلها ماشي، بس ايه بتشيلي كده اي زيادات بصل، بس انا بخلي لسه بصل عليها. خلاص واروح حطها في البيض، حطة واحدة، لا بستخدم دقيق ولا أي حاجة، عايزين تستخدموا دقيق براحتكم، أنا بشوف إنه ملوش أي لازمة بصراحة، يعني ما بيعملش حاجة يعني. خلاص هروح بعد كده بالإيد التانية، نخلي إيد سوائل وإيد للمواد الجاف، بالإيد التانية استنى، هاخد البقسماط ده وببطن إيدينا كده ونضغط كويس جدا بأقصى قوة عندك بقى عشان البتاع ما الكفر الغلاف ما يفكش. خلاص أهو كده 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 حوالي كده اربع خمس مرات اهو. نعم نعم كده 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 اهو، لا دقيق بقى ولا بتاع ولا الكلام ده كله اهو. خلاص هاخد واحده اهي على قد ما اقدر، اشيل البصل، نخلي قطع بصل عليها يا جماعه ماشي، حاطه في البيض خلاص، تنفيضه كده اهي، حاضر نفضناها تنفيضه كده عشان البقسماط ما يتحرقش في الزيت واحنا بنشتغل. نخلي جماعه ممكن الصوت بعد اذنكم، طيب
خلاص نخلي ايد للسوائل ونخلي ايد للمواد الجفاليه علشان السوائل دي ما تكلكعش كتل دقيق في الكتل، قصدي من البقسماط، وتبقى الشكل مش احلى حاجه. حصل والبقسماط اتكتل معاكي هيتنخل وانت شغاله، وارجعي استخدميه تاني. تمام؟ طب تيجي نحط الاثنين دول. بسم الله. يعني نعلي الزيت شويه، اصل هو كان بصراحه سخن قوي. عايزه اقول لكم على حاجه بخصوص الزيت، الزيت ده ممكن ان هو يقل شويه، انا افتكرت اللي هي الزيت ده ممكن يقل شويه، يعني ممكن نقلل كميته شويه عادي مش مشكله. طيب عايزه اقول لكم على معلومه قبل معلش ما نروح لفاصل. انا دلوقتي مسكت كل واحده خلاص وشلت كده الايه البصل من عليها، مش كلها، انا بسيب بس يعني الزوايد نشيلها خلاص. هنعمل ايه بباقي التتبيله دي؟ عندك في الـ في الـ في الـ في الفريزر مثلا شريحتين بتاع، استخدميهم وقليهم عادي. يعني في الفريزر عندك شريحتين بانيه في الفريزر خلاص، استخدميهم والله العظيم في باقي التتبيله. حاطه في البيض، عينيا اهو، اسهل من السهوله. والحشوه دي ارجوكم جربوها، دي حشوتي يعني، انا اللي يعني مش بحب اقول بقى ان انا اللي مخترعه وبتاع، لا بس فعلا دي تجارب يعني كتير كتير لغايه ما حسيت لا هي دي اللي انا حباها يعني. فاهمين؟ استنوا بقى قبل ما نروح لفاصل، اهم حاجه يا جماعه الكبسه دي اللي ايه، نكبس البقسماط في البانيه اهو، في البانيه اهو، نكبس البانيه في البقسماط. انا اسفه ياسمين، معلش بس ياسمين بتزعقلي. حاضر، بصوا شفتوا خدت لون ازاي؟ هي ايه؟ ما هي لسه بجد سيبناه في الثلاجه، لا ريح ولا اي حاجه، وما شاء الله اهو. الله. طب بس هو لسه شو يعني، انا بس عايزه استنوا عليا بس. نجيب كده ايه، نجيب فوطه بس ونشوف الصينيه، ايه رايكم بقى صينيه النجريسكو في الفرن؟ اوعى بس هي لسه شويه اهو. بصوا باين ولا مش باين؟ ممكن نطلع واحده اهو. لا جامد بقى. قالوا كده نبص بص على المكرونه، ايه رايكم نبص بصه كده عليها؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اقول لكم ريحه الزعتر عامله ريحه يعني خطيره، يا رب ما تلسع بجد. نفسي ما تلسعش. عايزه بس ايه سنه تاني كده تاخد وش من فوق. يلا ندخلها. يلا شفتوا يا جماعه البانيه واحنا بنعمله ما شاء الله لفك معانا، وطريقته سهله، وحته البصل المفروم دي ارجوكم اعملوها هتعجبكم جدا جدا. خلاص بسم الله. بصوا شايفين حلوه ازاي اهو. حاضر